اللهم كل من له مريض فجأ لإجابة هذا الدعاء من نصيبه. ندعو الله سبحانه وتعالى أولا بالشفاء والعافية لزوجة أخينا عبد الرزاق الجزائري. أخونا عبد الرزاق الجزائري زوجته هتعمل عملية جراحية، نسأل الله لها السلامة والشفاء والعافية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤه. اللهم اشفها واشف جميع مرضانا ومرضى العالمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها من كل داء وعافها من كل بلاء. اللهم اشفها من كل داء وعافها من كل بلاء. اللهم اذهب اسقامها وخفف آلامها واذهب بلاءها وادفع عنها ما اهمها وغمها، وعم بإجابة هذا الدعاء مرضانا ومرضى العالمين اجمعين. امين امين، انك على ذلك قدير وبالإجابة جدير.